الشيخة نادية، عندها قدرة غير عادية على تجميع آلاف الناس، والهدف هو علاجهم من السحر والمس، والأخطر كمان علاجهم من أصعب الأمراض. هنتكلم عن واحدة من أخطر الدجالين في مصر. في التسعينيات نادية كانت عايشة في منطقة اسمها أبيس مع بنتها الصغيرة ووالدتها وأخين ليها، اللي كان واحد منهم دكتور حقيقي لكنه قرر يبقى مدير أعمال الشيخة نادية. اتشهرت الشيخة نادية إنها معالجة روحانية وتقدر تعالج أي مرض مهما كان، وبتقدر تعرف مين من الناس اللي عليه جن أو مصاب بالسحر وبتخلصه منه. كان بيتجمع قصاد بيت الشيخة نادية في يوم واحد من الأسبوع آلاف الناس اللي كانوا بيجوا من كل حتة، لدرجة إن الشارع كان بيبقى مقفول من كتر اعداد الناس والعربيات المركونة اللي بتحاول تشوفها. وكانت الشيخة نادية بتمسك مايكروفون وهي واقفة في ساحة بيتها، وبتبدأ تقرأ اذكار معينة وآيات معينة بتفضل تكررها بشكل مستمر بصوت عالي للتحصين. وبمجرد ما بتعمل كده بيظهر اعراض غريبة ومرعبة على بعض الناس، فمن بين الالاف دول بيطلع حوالي 10 منهم بيصرخوا جامد وبينهاروا في وسط الناس. ساعتها نادية بتطلب ان هم يجيبوهم حد عندها، دول كده معناهم ان عليهم جن او ان حد عامل لهم سحر شديد. ساعتها اخواتها كانوا بيجيبوا الناس دي قدامها، وبمجرد ما بيقعوا على الارض بتعمل الشيخة نادية حاجة غريبة، بتحط صوابعها فوقها وبعدها بتحط ايديها على راس المريض وفي بقه، وده معناه انها كانت بتطلع الجن اللي جواها علشان يخاطب الجن اللي جوه المريض اللي قدامها ويطلع من جسمها. ولو المريض اللي قدامها فضل على نفس الحالة، ساعتها اخوات الشيخة نادية بيتدخلوا في منظر غريب جدا. بيبدأ أخوها بضرب المريض بقسوة في أماكن معينة بإشارة من أخته بعصيان من جريد النخل، لحد ما الشخص اللي قدامه ممكن ينزف، وده لأن الشيخة نادية مؤمنة إن الأماكن دي هي اللي فيها الجن، وبالطريقة دي بتخرج الجن من جسم الإنسان. وفي الأيام اللي كانت بتحددها الشيخة نادية علشان تقابل الناس اللي كانوا بيوصل عددهم للآلاف، كانت شكوى الناس متعددة وغريبة. صعب جدا إن يكون في ناس عندها الشكاوي دي كلها ويجوا لحد الشيخة نادية علشان تعالجهم. الشيخة نادية في التجمعات دي ما كانتش بتعامل الناس بطريقة حلوة، كانت بتزعق فيهم وصوتها بيعلى عليهم جامد، ومع ذلك كل الناس دي محدش فيهم قادر يفتح بقه، وده لأنهم كانوا على أمل إن علاجهم يتم على إيد الشيخة نادية. الغريب في الموضوع ان الشيخة نادية كان بيجيلها ناس من كل حتة، ومش بس الناس البسيطة، كمان كان في شخصيات كتير مثقفة ورجال اعمال وناس مهمة جدا كانوا بيجيلها من كل مكان في مصر وبرا مصر، لدرجة ان في دكتور جامعي كان بيدرس في استراليا واللي تهاجم وقتها في الصحف بشكل كبير، وده بعد ما طلع وصرح ان قدرات الشيخة نادية دي فعلا حقيقية وان هو جرب بنفسه وشاف بعينه، وده بعد ما كان اخوه بيعاني من مرحلة متأخرة جدا من سرطان القولون. وساعتها حد اقترح عليهم ان هم يزوروا الشيخة نادية كحل اخير، ورغم عدم اقتناعه بالموضوع الا انه راح معاهم واقسم ان اخوه بعد جلساته معاها خف تماما من سرطان القولون. بعد ما اتقبض على الشيخة نادية وتعامل معاها لقاءات صحفية كانت بتقول فيها انها كانت بتتعامل مع اطباء من الجن وكانوا بيساعدوها في تشخيص حالة المرضى وعلاجهم، وان الاطباء دول كانت تعرفهم واحد واحد بالاسم، وكل جن كان له تخصص في مجال زي الدكاترة اللي في البشر بالظبط. وحكت نادية بداية قصتها انها كانت بتحرص على الصلاة والصوم وقراءة القرآن، وان الشيطان خيرها انها تطيعه او تدفع ثمن رفضها وتصاب بالمس، لكنها رفضت وفضلت 6 شهور بتعاني من المس الشديد ومفيش اي شيخ او اي حد قادر يساعدها، وساعتها كانت حالتها صعبة جدا، لحد ما في ليلة نامت وشافت رؤية تكررت 3 مرات بتطلب منها تصوم 45
40 يوم متصلين لله، وإن أكلها فيهم يكون تمر وعيش وبس. وفعلا نادية عملت كده، وقالت إنه في آخر فترة في الصيام بدأت تفوق وترجع لحالتها الطبيعية، ومن هنا بدأت رحلتها في العلاج الروحاني ومساعدة الناس. اتقبض على الشيخة نادية سنة 1999، وتم الحكم عليها في محكمة كفر الدوار لمدة 3 سنين بتهمة النصب والاحتيال على الناس وممارسة الأعمال السفلية. ولحد النهاردة بيفضل اسم الشيخة نادية علامة من علامات السحر والدجل في مصر. سلام عليكم.